أيضا شاهين لهجل العاصمة، وهناك من يحتل المركز الثالث اللي هو حشيم لذات الهجن المملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حافظه الله ورعاه في كل زمان ومكان. إذا غياث الهلالي هو من يقود هذا الهجن، وهذا الثلاثي الرائع الذي ترقص في هجن العاصفة بشعارها المميز على المقدمة، بينما رابع المراكز يأتي دور الآن رفيف لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان المضم السيد ناجم بن علي الغيلاني، ومن الجانب الآخر في المركز الخامس يأتي مرقب لسمو الشيخ محمد بن مرب مكتوم آل مكتوم مضم مرقب سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، والعاصفة تأتي مرة أخرى بقناد في المركز السادس اللي غير خذ المركز الخامس مع غياث الهلالي، المركز السابع اللي ينتقل مباشرة إلى سادس المراكز المنظر لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان المضمر سيد صادق فضل الأمين، والمركز الثامن في هذه اللحظات اللي خذ المركز السابع أيضا تفاوت وتدخلات هجن العاصمة تعلن وجود لمختار ليكمل هنا مشاهدي الكرام خماسي للعاصفة جميل مع غياث الهلالي 2 كيلومتر قطعناه انشعار سمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف الهيان هناك على رابي ليقود صادق فضل الأمين في المركز الثامن. المركز التاسع يأتي شعار جميل أظن شعار غرافة الغرفاوي هل الدوحة هل الغرافة شعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، وطبعا الاسم الكريم له الواعي لا والله هذا الواعي 19 لافي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. يا سلام المضمر السيد لا غياث عندنا سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وهذه إذا نتيجتنا. هناك شعار ما أخذناه شعار شحاني قادم بقوة الواعي من هجن الشحانية يضمر جابر بن سالم بن فران المري المميز بشعاره اليوم وبتضميره وبأدائه، بينما هو الآن كم يحتل بحياب كم لنا 10 ولا باجي لنا شيء 10/10 ضيف طبعا من دولة قطر شقيقة، وهذه نتيجتنا أيها الإخوة والأخوات مشاهدين الأعزاء. نتواصل إذن مع المقدمة مع هجن العاصفة المتناثرة على المراكز الأربعة الأولى بتقسيمة رائعة وخطة جميلة بثنائي متقدم وفردي ثالثا، وأيضا قيادة لما هو في المركز الخامس من خلال وجود في المركز الرابع للعاصفة شعار الله الله الله. كيلومترين على خط النهاية وهجن العاصفة المسيطرة المحتلة المركز الأول على الكادر الفوقاني مع شاهين المحتل لمقدمة هذا الشوط، لكن اللي نافسه ويلاحقه أيضا هناك غياث مشاهدي الكرام يضمر نفسه اليوم، هذا غياث باسم تضمير غياث اللي يقود هجن العاصفة، وأيضا ثالثا يأتي قناد يقند المقدمة يتكيف روس القعدان في المقدمة قناد لهجن العاصفة أيضا، والمضمر السيد غياث الهلالي ثلاثي في المقدمة، ورابع المراكز الشعار الغرفاوي شعار الغرافة 1600 متر، ونرى في المركز الرابع اللي هو لافي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. يا سلام مع سالم بن عامر المدهوشي سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المركز الخامس اللي يحتله أيضا هجن العاصفة تحتله من خلال وجود حشيم سادس المراكز، وصلت الشحانية أحد الأسماء العنيدة والمنافسة الصعبة والصلبة في المشاركات، واحد من الأقطاب أقطاب المنافسة الثلاثة المزينة لميادين السباقات بقوتها ومنافساتها هجن الرئاسة هجن العاصفة هجن الشحانية. هنا الشحانية تقدم في المركز السادس حامل رقم 18 اللي هو الواعي مع جابر بن سالم بن فاران المري اللي غير الآن وانتقل عند الكيلومتر الأخير إلى المركز الخامس. المركز السابع أيضا هجن العاصفة هو مختار الله. إذن هذه لحظات دخولنا الكيلومتر الأخير 800 متر، العاصفة بثلاثية جميلة رائعة على مقدمة هذا الشوط مشاهدين الأعزاء. يا سلام العاصفة المستعدة للمشاركات هذه الأشهر القليلة القادمة في المهرجانات في دولة قطر، وقد تشارك في ميدان الشهيد في الكويت. نتمنى التوفيق للشعار
الملكي الشهير حب الجماهير، هذا شعار الأسود الرائع المميز. هنا مقدمة شوط مع غياث، مع غياث وأيضا يلاحق شاهين، شاهين لهجل العاصمة، وثالثا يأتي إقناد، إقناد، إقناد. الله، العاصفة تعلن حضورها في الشوط الثالث في المجموع الشوط الأول للقعدان اللقاية المحليات الأصايل، وتعلن فوزها. تزف هذا الناموس لجماهيرها، وبداية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله ولي عهد دبي، حاضر هذه الأمسية ومكرم هذه الأمسية بحضوره الكريم والشخصي لمتابعة انطلاقات اللقاية. يصل إذن غياث يعني الوصول بالفوز بالمركز الأول إلى خط النهاية، ثانيا يأتي شاهين للعاصفة وهجنها، ثالثا يأتي ورابعا شعارات العاصفة من خلال وجود قناد وأيضا حجيم. المركز الخامس شعار هجن الشحانية اللي هو الواعي السلام، هذه خمسة وباقي خمسة على أخواننا في لجان التحكيم، لجان خطوط النهاية وتحكيم المراكز العشرة الأولى. إذن هذه إعادة الوصول أمامنا لهجن العاصفة، حيث وقطع هذا القعود المسافة الخمسة كيلومترات في 7 دقائق 30 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة ومالك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه، والمضمر سيد غياث الهلالي. المركز الثاني إذن هكذا، المركز الثاني 7 دقائق 30 ثانية جزء واحد من الثانية لهجن العاصفة اللي هو قناد الفائز بالمركز الثاني. المركز طبعا شكرا غياث الهلالي مضمر هذه الهجن. المركز الثالث أيضا جاءت هجن العاصفة، يبدو هجن العاصفة من خلال ماذا؟ رقم 2 والله ما أدري. على العموم قناد هو رقم 2 عيال هذاك شاهين. يلا يلا هجن العاصفة الثلاثية 7 دقائق 33 ثانية بالوفاء والتمام مع غياث الهلالي وقيادته الموفقة في هذا الشوط. انطلق قبل قليل مشاهدينا الكرام شوطنا الرابع مكمل الجولة الأولى للقاية لأصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله، وهو شوط لقاية جعدان أصايل مهجنات 5 كيلومترات. ترحب بهذا الشوط ونحن الآن نرحب بهذا الشوط على الهواء مباشرة في هذا المساء الجميل، مساء يوم الجمعة العاشر.